علي انت هتنام ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، دي تمرينه بعملها كده عشان خاطر بطوله الجمباز الاسبوع الجاي. علي انت اجازتك بكره. يعني اجازتي بكره؟ الجمباز بيقفل يعني ولا ايه؟ ما ينفعش اعمل جمباز مع الاجازه. ركز معايا، بقول لك اجازتك بكره، يعني النهارده نقدر نسهر مع بعض، ننقي الحاجات الاونلاين اللي احنا عايزين نشتريها سوا عشان ما نرجعش بعد كده نتخانق على الالوان. نيفين انت بصيتي على جدولنا بكره؟ لا. انا وانت رايحين عند حماتي. انا هديك اوفر حلو، احنا مش هنروح لماما بكره بس نسهر مع بعض النهارده. يا بص، هو عرض مغري طبعا ان احنا ما نروحش عند حماتي بكره ونسهر بقى وكده، لكن شوف يعني فين دلوقتي انا بشتغل ايه؟ مهندس كهرباء. كويس. انت عارفه ان مصر فيها حوالي 10 مليون زوج وزوجه؟ لو كل زوج وزوجه من دول قرروا يسهروا ساعه زياده عن الساعات اللي هم بيعيشوها، انت عارفه ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ اللمبة الموفرة اللي انت شايفاها دي بتستهلك حوالي 20 واط في الساعة. ده معناه ان لو 10 مليون زوج وزوجة كلهم سهروا ده هيبقى دمار. ما بالك بقى الناس التانية اللي عندهم اللمبة الصفرة اللي هي الحريقة دي؟ تخيلي بقى كمان لو مشغلين التلفزيون، هيبقى خراب يا هانم، خراب. ماليش دعوة بمعناه. انا ماليش دعوة بمعناه. ليه؟ لان انا مش وزيرة التضامن يا علي. أنا كل الكلام اللي أنت بتقوله ده ما يخصنيش ومش مقتنعة بيه. ولا أنا، لأن فعلاً هي لفة كبيرة جداً. نيفين، أنا مش هقدر أخبي عليكي أكتر من كده. تخبي عليا إيه؟ نيفين، أنا ما كنتش قادر أقول لك من الأول إن السهر بيدمر الساعة البيولوجية للجسم. ممكن يدمر بشرة حساسة زي بشرتك دي. بشرتي؟ ايوه طبعا، لخبطه النوم، سهر ورا سهر ورا سهر، ده بيعمل حاجات داخليا ليها علاقه بالحرق وبحاجات كتير، ده غير الهالات السوداء اللي بتظهر تحت العينين مع جفاف البشره. يعني بيبقى شكلك كانك باندا، مش باندا بس، كانك باندا بشرتها جافه. باندا بشرتها جافه؟ تصبح على خير. وانت من اهله فعلاً، عندك حق، سكة السهر دي مش سكتي خالص، أنا عايزة أحافظ على بشرتي. تصبح على خير. أنت من أهله حبيبتي. علي انت رايح فين؟ كنت رايح الحمام. رايح الحمام بالشياكه دي كلها؟ ما هو بصي، اصل ده بيبقى احتياطي، لان ممكن حد مثلا الاقيه بالصدفه فنتصور. بتبقى رايح فين؟ القهوه. انا كنت رايح القهوه. القهوه. نيفين دلوقتي هو انا بشتغل ايه؟ مهندس كهرباء. عماد صاحبي بيشتغل ايه؟ بيشتغل مهندس بترول. علاء عنده أراضي، محسن بيشتغل في البورصة، إبراهيم بيشتغل مخرج، جمال قاعد بقاله فترة طويلة جداً ما بيشتغلش. لما العقول دي كلها تجتمع في قهوة واحدة، أنت عارفة ده معناه إيه؟ إيه؟ معناه نقلة كبيرة، مشروع عملاق. ولما جوزك حبيبك يدخل في مشروع بالضخامة دي، فمهندس بترول على بورصة، على واحد عاطل، على أنت عارفة ده معناه إيه؟ معناه إيه؟ معناه فلوس كتير جداً. ولما حبيبك يبقى معاه فلوس كتير جدا، ساعتها اقدر اشتري لك الخاتم الالماظ اللي انت نفسك فيه من 15 سنه. يا علي، كل ده في الاخر طلع علشاني انا. شفت انت ظلمتيني ازاي؟ انا اسف، حقك عليا. بس يا نيفين، بس يا نيفين، كفايه. خلاص بقى يا علي، ظلمتيني قوي علي. بس يا نيفين. علي انا عندي سؤال، معلش. اتفضل. هو انا بشتغل ايه؟ ما بتشتغليش. بس اشتغلك واشتغل 10 معاك. اهلا وسهلا. اسمع بقى، دقيقتين تبقى قاعد في الليفنج فاتح اللابتوب وعامل لي نسكافيه ومنور النور الليد ومنور لي اللمبه الحريقه وتستناني لحد ما اطلع لك. اتحرك. اوكي.